بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أخواتي السيدات المشاهدات، أهلا وسهلا بكم معنا. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو حنتكلم عن، زي ما احنا شايفين أخواتي في الله، قشر الرمان. حنتكلم عن فوائده للبشرة الدهنية، ومعاي إن شاء الله وصفتين لعلاج البشرة الدهنية. لكن قبل ما أبدأ أنا في عرض المعطيات في هذا الفيديو، بالنسبة للرمان أخواتي في الله، الرمان يعتبر واحد من أغنى الفواكه بالعناصر الطبيعية الهامة والمفيدة للجسم. الفائدة اللي موجودة في الرمان مش مقتصرة فقط على الحبوب الصغيرة الحمراء يعني اللي موجودة بالداخل، لكن الفائدة أيضا تصل إلى هذه القشور، قشور الرمان. قبل ما أبدأ بالوصفات، حابب بس أتكلم عن استخدامات الرمان بشكل عام. يستخدم الرمان في علاج الإسهال المتواصل، في تنظيم ضغط الدم وتخفيضه، مطهر للجروح ومعالج للالتهابات، يستخدم أيضا في معالجة الأمراض الصدرية، تقليل من فقر الدم، لأنه بيحتوي على مواد تعزز من مستوى الهيموغلوبين بالدم. يعني إخواننا اللي عندهم فقر دم يحاولوا أنهم بقدر كبير أنهم يتناولوا، يشربوا الرمان أو يأكلوا الرمان، لأنه بيقلل من بيحتوي على الحديد، تمام، اللي بيساعد في علاج فقر الدم. طيب، بيعالج الرمان الالتهابات المزمنة. أيضا الرمان في لفظ بنقول عنه هو إكسير الحياة، يعني إكسير الحياة بيساعد في تقوية عضلة القلب. طيب، أيضا من ضمن الاستخدامات، هذه معلومة رائعة جدا أخواتي في الله، من ضمن استخدامات الرمان أنه يستخدم في تقوية اللثة. وهذا الكلام بيكون كيف؟ أن تحضر الأخت قطعة من قشر الرمان وتنقعها قليلا في الماء وتبدأ بعملية تدليك اللثة. هذه العملية إن شاء الله بتساهم بشكل كبير في تقوية اللثة. طيب، عشان إحنا إن شاء الله الفيديو اللي معانا ما يكونش طويل وما نطولش على أخواتنا السيدات، حنتكلم إن شاء الله بالوصفة الأولى. الوصفة الأولى تفتيح البشرة، تفتيح البشرة الدهنية. طيب، شوفي معي أختي في الله، إذا مركزة معي، مطلوب منك أختي في الله تحضري ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة، تشتريها من عند العطار بتقولوا بدي حلبة مطحونة، إذا ما كانتش يعني بتحاول تطحنيها بالخلاط، لكن هي موجودة إن شاء الله، حلبة مطحونة، ملعقة صغيرة. أيضا ملعقة صغيرة من قشور الرمان، هذا تشتريها من العطار وتطحنيها في البيت، أو ممكن تلاقي عنده موجود. أيضا أختي في الله، ملعقة واحدة صغيرة أيضا من الترمس، الترمس اللي إحنا بناكله بنتسلى فيه، هذا فيه من قبل ما ينعمل بيكون ناشف، ملعقة واحدة بتخلطيها بالخلاط لعند ما تصير إيش، ناعمة جدا. أيضا ملعقة صغيرة من ملح الطعام، وملعقة كبيرة من العسل. أذكر أختي في الله، الحلبة، الرمان، الترمس، الملح، وملعقة كبيرة من إيش، من عسل النحل. حتخلطيهن كويس، حاولي إنه هذا المزيج اللي أنت حصلت عليه يكون متجانس، يعني دخل في حاله في بعض كويس، لو تستخدم الخفاقة بحيث إنه يختلط جيدا. طيب، بعد ما تحصل على هذه الخلطة بتحضر فرشاية وتبدأ تأخذ من هذه الخلطة وتدهني وجهك. الخلطة هذه فقط أتركيها على وجهك لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، 30 دقيقة. بعد ما تخلصي وتتأكدي انه بدأت المادة جفت، اغسلي وجهك وزيلي هذا الخليط. حاول انك تكرري هذه الخلطة يعني مرتين، مرة او مرتين في الاسبوع. بعد فترة ان شاء الله ليست بالطويلة حتلاقي بإذن الله النتائج رائعة جدا، وبتصور ان المكونات اللي انا تكلمت عنها متوفرة في كل بيت. طيب، الوصفة الثانية وهي وصفة لتنعيم البشرة، وصفة لتنعيم البشرة الدهنية، أيضا مكوناتها بسيطة جدا. مطلوب منك أختي في الله ملعقة صغيرة من ماء الورد موجود، وملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من قشور الرمان المطحون. هذا القشر بتطحنيه وبتأخذ منه ملعقة واحدة. هذه المكونات مع بعض، ماء الورد، الليمون، الرمان،
تخلطيها مع بعض ايضا تتاكد انها صارت بشكل متجانس ايضا بالفرشاه اسنان او فرشاه ناعمه، بتبدا ايش توزعي هذه القشور على بشره الوجه ايضا لمده نصف ساعه. حاول انك تستخدمي هذه الوصفه او تنفذيها مره او مرتين في الاسبوع، وباذن الله يعني بعد فتره ليست بالطويله ايضا سوف تحصلي على نتائج رائعه جدا جدا. الان انا انتهيت من هذا الفيديو، حابب من اخواتي السيدات يشتركوا في قناتي على اليوتيوب، يضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، ويضغطوا على زر لايك، وايضا زر الجرس اللي موجود اسفل الفيديو، اذا ضغطتوا عليه كل الفيديوهات اللي انا بانشرها بتوصل لكم اول باول، عشان تبقوا على تواصل دائما. حاولوا ايضا تشاركوا هذا الفيديو على الواتساب مع اصدقائكم وصديقاتكم، وشكرا لكم على حسن المشاهده.